ميدان التحرير الآن. هذا هو ميدان التحرير، وهذه المسلة الخاصة بميدان التحرير بالقاهرة. المتحف المصري بالتحرير، صور حصرية. أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء مع ميدان التحرير، وهذه المسلة، وهذه أشكال الإضاءات الرائعة التي ستكون ضمن موكب نقل 22 ملك من ملوك مصر. توثيق لميدان التحرير والمسلة الرائعة الموجودة في منتصف الميدان. الصورة الأقصر وأسوان من أرض محافظة الأقصر، نحييكم الآن على الهواء مباشرة. اليوم 3 من إبريل 2021، مصر تستعد لإطلاق موكب يشهد على عظمة الأجداد ويؤكد ريادة الأحفاد. ميدان التحرير الآن، هذه المسلة التي تتوسط ميدان التحرير. وسنشاهد اليوم إن شاء الله موكب المومياوات الملكية. ما نشاهده صورة حصرية، تمثال رمسيس كان متواجد بالميدان الذي يحمل اسمه بجوار محطة قطارات القاهرة. صور حصرية للمتحف المصري بالتحرير. بالطبع رحلة الـ22 ملك وملكة ستبدأ من هنا، من المتحف المصري للتحرير بالتحرير إلى متحف القومي للحضارة. عن الموكب الذهبي اليوم 3 إبريل 2021، هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة.